الحساب الذهني، وهو يعتبر أهم المهارات التي يجب أن ننميها عند الأطفال بغض النظر عن سنهم وبأي عمر، لأنه هي فعليا مو بس مجرد حسابات ذهنية أو رقمية بيقوم فيها الطفل أو المتدرب، بالعكس هي بتدخل على كل تفكيره، بتغير له طريقة تفكيره ونهجه بالحياة ونهجه التعليمي بشكل عام. لهيك تكتسب الحساب الذهني يكتسب أهمية كبيرة ويجب تنميتها. رح نتعرف أكثر اليوم على مزاياها وطرق تنميتها وتدريب الأطفال من أعمار مختلفة عليها وغيرها أيضا من التفاصيل اللي رح تعرفنا عليها ضيفتنا بالاستوديو المدربة الأستاذة رشا برهوم، وهي مدربة حساب ذهني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يعني بالآونة الأخيرة انتشر كثير الحساب الذهني، وخصوصا في المدارس وعند طلاب وإقامة المسابقات للحساب الذهني، بس دائما بيتم ربط بين الحساب الذهني والعمليات الحسابية ومادة الرياضيات. خلينا نعرف للناس بالبداية شو هو الحساب الذهني. كثير أحيانا ممكن يخلق طفل بملكات عقلية خاصة رب العالمين بينعم عليه فيها، قيام بعمليات حسابية سريعة، ممكن عمليات ضرب وقسمة بأعمار صغيرة. فالأهل بيتساءلوا أنه أنا ممكن أوصل بإبني لا يملك هذه القدرة العقلية لهذا المستوى؟ أكيد أنا فيني بوصل بإبني لهذا المستوى. ليش؟ لأنه الحساب الذهني هو عبارة عن مهارة عقلية يتم إدراكها من قبل الطفل وفق برنامج تدريبي ممنهج يصل بالطفل إلى مرحلة يقوم فيها بعمليات حسابية كبيرة كجمع وضرب وقسمة وطرح، وذلك دون القيام أو اللجوء إلى الآلات الحاسبة أو الورقة والقلم. طيب بالعادة نحن لما بنسمع عن الحساب الذهني بنقول أنه كيف الطفل بده يعمل كل هالعمليات الحسابية ومن دون استخدام أدوات أحيانا؟ لهيك خلينا نسأل عن الاستراتيجيات اللي بتتبعوها بداية مع الأطفال لنوصل لمرحلة جيدة من الحساب الذهني. هلا نحن بتعليم الحساب الذهني في عنا 3 استراتيجيات بنعتمدهم، بس هي الاستراتيجيات نحن بنعطيهم وفق تسلسل منطقي، يعني انه بالنسبه للطفل اول شيء بنبدا بالاقل صعوبه هو الاباكوس او المعداد. معداد الحساب الذهني بنعرف الاطفال على معداد الحساب الذهني، مما يتالف الحساب الذهني، كيف يمكن ان اتعامل مع هذا المعداد باصابع، لانه هناك طريقة معينة خاصة للتعامل مع المعداد ومع الخرزات. ما الفرق بين الخرزات العلوية؟ ما الفرق بين الخرزات السفلية؟ كيف أنا أقوم بعملية حسابية على هذا المعداد؟ بعد التمكن من المعداد والقيام بالعديد من العمليات الحسابية عليه، ننطلق إلى استراتيجية الأصابع. نقوم بعمليات حسابية على الأصابع تشمل الآحاد، عمليات حسابية بالآحاد، عمليات حسابية بالآحاد والعشرات، ونعرف الطفل أن اليد اليمنى هي للآحاد واليد اليسرى هي للعشرات. وبعد التمكن من هذه الاستراتيجية ننطلق ونوجه طاقات الطفل إلى الخيال، وهي الطاقة الأسمى بالنسبة لبرنامج الحساب الذهني كبرنامج عقلي أو مهارات عقلية للطفل. الخيال عندما يقوم به الطفل فأنا وصلت به إلى الهدف الأسمى، لأن الطفل بمقدوره أو بفهمه للأمور أن الخيال صعب وكذا وهيك، لكن التدريب الممنهج والمتواصل وبمساعدة الأهل، لأن ذلك يعتمد على الأهل والمدرب بنفس المستوى، يتوصل الطفل إلى القيام بعمليات حسابية ليجد نفسه بالخيال أقوى من الأباكوس وأقوى من الأصابع، وتحمل له هذه العمليات متعة وحماس في إجراء العمليات الحسابية. طيب خلينا نحكي عن المهارات اللي بيطورها الحساب الذهني عند الطفل، شو هي أهم المهارات؟ هلا في عنا المهارات بتشتمل على عدة جوانب، المهارات العقلية والمهارات الجسدية أو المهارات النفسية. فالمهارات العقلية ممكن ينمي الحساب الذهني الإدراك عند الطفل، الفهم والاستيعاب، ممكن يعمل على تقوية التركيز، يمكن يصبح لدى الطفل القدرة على الدراسة بنظرة شمولية ونظرة أوضح وبتركيز متناغم مع دراسته، وبالتالي يصبح لديه ثقة بالنفس، ينمي الثقة بنفس الطفل وينمي القدرات العقلية والطاقات الخيالية لدى الطفل والطاقات الإبداعية.
لدى الطفل. طيب استاذه رشا، خلينا نعرف كمان، هل بيساهم تعلم الحساب الذهني بعلاج صعوبات التعلم عند الاطفال؟ يعني نحن بنعرف انه جزء من علاجهم هو التعليم التفاعلي بشكل عام، فهل يعتبر الحساب الذهني جزء ايضا من حل هي المشكله عند الاطفال؟ طبعا نحن وقت نعلم الطفل الحساب الذهني نحن عم نستخدم استراتيجيات بالاضافه الى وسائل اساليب يعني المدرب بده يحاول انه ينوع بين اسلوب الالقاء، التفاعل، التشارك مع الطفل بصنع المعلومه والوصول الى الهدف، ممكن صنع العاب مع الطفل، وبالتالي فالحالات التي تشتمل صعوبات تعلم مثل قله التركيز، قله الانتباه عند بعض الاطفال، البطء، ممكن الشرود اثناء الدراسه، ف هاي العمليات الحسابية اللي عم نعملها مع الطفل بالحساب الذهني يعمل على معالجة هذه الحالات، فيصبح الطفل أسرع بالعمليات الحسابية، لديه ثقة بنفسه عالية، تقضي على الخجل، تقضي على الحالات التي في هناك أطفال يعرفون الجواب ولا يستطيعون القيام. ليش؟ صحيح. لأنه في عندهم حاجز بينه وبين الطفل. العمليات الحسابية أو الحساب الذهني نقضي على الحاجز بين الطفل والمدرب، وبالتالي يصبح الطفل لديه ثقة عالية بنفسه نتيجة حله لهذه العمليات الحسابية التي يجدها صعبة، فيقول بإمكاني صنع المستحيل بعد هذه العمليات، فيصبح لديه طاقات إيجابية عالية، وبالتالي إصرار وتفاؤل أكثر للوصول الى الافضل. يمكن كل الامهات اللي عم يتابعونا دائما بيحبوا يشوفوا شيء مميز عند اطفالهم، فلاي ام يعني اليوم حابه فعليا تدخل ابنها بتعليم الحساب الذهني، ليش لازم تعلمه اليوم تعليم الحساب الذهني، وباي سن فيها تبلش مع الطفل؟ هلا الحساب الذهني ما فينا ننظر له كعلم متفرد. الحساب الذهني هو عباره عن علم حديث ظهر في العلم في العصر الحديث. صحيح. ولكن يمكن ان ندمجه باي علم اخر يمكن أن يتعلمه الطفل، مثل الذاكرة الذهبية، مثل جداول الضرب والقسمة. فالأم عليها أن تعي تماماً ما هي القيمة الحقيقية من الحساب الذهني. عند قيام الطفل بالعمليات الحسابية نحن لا ما بنعتمد بس على الاستراتيجيات، ممكن أنا وصل أنا أوصل أنا والطفل لمرحلة من صناعة الألعاب، ألعاب عقلية، ألعاب جسدية، ألعاب رياضية بربطها مع الحساب الذهني، فأنا بالتالي خلقت جو من الحماس، خلقت روح الجماعة عند الطفل، روح الفريق، وبالتالي أنا عم نمي له شخصيته. يعني أنا عم أصقل شخصية الطفل، مو بس القدرات العقلية اللي سبق وذكرناها. صحيح. والمهارات العقلية، أنا عم أصقل شخصية الطفل، قضينا على الخجل، صار الطفل عنده روح الفريق وروح التنافس، وبالتالي هذا كله رح ينعكس على شخصيته بمدرسته. ممكن طفل يتعرض للتنمر عندما يجدوه أصدقائه أنه هو قادر يحل عمليات حسابية، كسب ثقتهم، فصار هو عنده نوع من أنواع الثقة أنه هو قادر يصنع أي شيء أمام زملائه، وبالتالي إثبات ذاته. فالأم عندما تصل بطفلة إلى هذا المستوى، هذا ينعكس على جميع المهارات التي يقوم بها الطفل، إن كانت بالمدرسة أو بالحياة، إن كانت حفظ بمواد الحفظية، المواد الرياضية، المواد العلمية التي عم بياخدها بالمدرسة، وحصلنا على مستوى تحصيلي ممتاز. أكيد. استاذة رشا، قلنا ببداية حديثنا أنه مو شرط السن يكون عائق، يعني بنقدر نعلم الأطفال أو اليافعين بأي وقت. أنه الأفضل حضرتك من خلال تجربتك وتعاملك مع شريحة كبيرة من المتدربين، أنه السن الأفضل؟ وهل في سن معين أنا ما بقدر مثلا أقول لا هذا ما فينا نعلمه حساب ذهني، أو لا مو موجود هالشي؟ هلأ هي الشغلة ممكن نحن ناخدها بمنظورين. أول منظور أنه كل ما كان الطفل أصغر فمخه عبارة أكثر عن صفحة بيضة، فهو رح يتقبل أكثر. كل ما عطيتي معلومات، كل ما اشتغلتي معه، أنت عم بتنمي عنده قدرات، يعني بمرحلة الطفولة أنت بتوجهيها مثل ما بدك، عم تسقليها مثل ما بدك. فالأفضل أن يكون بأعمار صغيرة، ولكن عندما يكون مثلا نتعامل مع فئات عمرية لليافعين
الطفل يعي تماما ما هو رياضيات، يعي تماما ما هي الاحرف، لانه العمر الصغير نحن بنعاني. ممكن انا بدي اعلم الطفل بلغه اللغه الانجليزيه، ممكن ما عنده القدره انه حافظ الاحرف او الاعداد صحيح. باللغه الانجليزيه، فانا راح اتعب معه شوي لحتى يحفظ ويتمكن بالارقام، بعدين تابع معه تعليم الحساب الذهني. اما الاعمار الاكبر اليافعين فهنن متمكنين من اللغه الانجليزيه، فهذا الشيء بيساعدني اني اعطي اكثر، بيكون عندهم الادراك والفهم اوسع واريح. بس في شغله مهمه نحن لازم ننتبه لها، انه نحن توجهنا مؤخرا الى الكبار مو كمدربين، كامهات. انه انا بدات مع امهات اطفال انه نتعلم الحساب الذهني مع اصدقائي وزميلاتي، لان الحساب الذهني يعتبر كوسيله علاجيه للزهايمر والنسيان في الزمن الذي نعيشه، ضغوط الحياة، أنه أنا كيف بدي نظم حياتي، كيف بدي نظم أولوياتي. فالحساب الذهني بيساعد الأمهات والفئة العمرية الكبيرة أنه نحن نحارب شيء اسمه زهايمر إذا كان في حالات مرضية، على التركيز أيضاً يمكن، والتركيز أكثر وتنظيم حياتنا أكثر. طيب ذكرتي نقاط كثير مهمة خلال حديثك، قديش فعلياً الحساب الذهني بيأثر بشخصية الطفل فعلياً وتعامله يمكن واكتسابه وثقة بنفسه، قديش فعلياً الحساب الذهني بيطور كثير من المهارات عند الطفل وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة بالحياة. يعني ذكرتي عدة أمثلة جداً جميلة، ففعلياً قديش بتأثر على شخصيته، لانه نحن بنعرف يعني محيطه ومجتمع وظروف قاسيه نوعا ما وصعبه، فنوعا ما يمكن بيصير التعامل مع المواقف الحياتيه المختلفه اسلس او اسهل بالنسبه له. هلا نحن بالاونه الاخيره والظروف الاخيره اللي عاشها البلد، الطفل صار معرض لكثير مواقف ممكن تفقده السيطره على نفسه، ممكن تشعره بالتوتر الهلع. فانا من خلال الحساب الذهني، وانت بدك تدخلي بعلاقه وديه مع الطفل، يعني علاقه تشاركيه طبعاً. علاقه حميميه بين المعلم او كعلاقه الام بطفله مع اطفالي او مع الاطفال المتدربين. فانا بدي اوصل بهذا الطفل او المتدرب الى مرحله اي مشكله بتواجهه نسيطر على ذاتنا، نمتص المشكله، نفكر بمنطقيه اكثر. مثلا مثالي، نطرح مثال، طفل ماشي مع امه بالسوق وممكن اضاع امه او غاب نظره عن الام، ما في داعي اشعر بالهلع، ما في داعي للتوتر. احاول اتذكر، لان انا نميت قدراته الذهنيه، بدي احاول اتذكر المحلات اللي ممكن انا وماما مرقنا عليها، الاشخاص اللي شفتهم ماشي. فانا بحاول بهدوء اتذكر المحلات، الاتجاه اللي اتجهت فيه ماما كمثال، وانا بحل مشكلتي. ممكن باصعب الحالات اطلب من اي شخص مساعده الاتصال برقم الماما او اي حدا من الاهل، فانا هون عالجت مشكله من خلال تطوير المهارات. اضيفي عليها مهارات مشاكل كثير كمان. صحيح. قبل ما نختم حديثنا، بعض النصائح اللي بتحبي توجهيها اليوم لكل اللي عندهم اطفال بعمر ممكن يبلشوا فيه بالحساب الذهني، ولكل المتدربين؟ يعني في ناس مثلا بيكون داخل الموضوع بتوصل لمرحله معينه بتترك وما عاد بترجع بتكمل، كمان خلينا نوجه لهم نصيحه عن اهميه الاستمرار بالمستويات كلها من الحساب الذهني. انا بحب اوجه ملاحظتي للام. الام مثل ما هي حريصه انه تعطي ابنها غذاء صحي، كمان لازم تكون حريصه انه تغذي دماغه بعمليات حسابيه. انا بهذا الوقت، وقت اللي بعطي ابني موبايل وممكن اكون مشغوله كذا مده نص ساعه ساعه، وراح تزيد اكثر واكثر واكثر، انا عم اقتل خلايا الدماغيه عند الطفل، عم اصنع من ابني طفل خمول، طفل متكل كسول. فليش لا، العمليات الحسابيه تحارب هذه الاثار السلبيه. خليني ابدا فيها، خليني اتشارك مع ابني اي نشاط عقلي ممكن يقوم فيه، انا عم اخلق له خلايا دماغيه جديده، انا عم طور من قدرات ابني الابداعيه العقليه الفكريه، وبالتالي رح تلاقي التحصيل الدراسي اللي اكثريتنا يعني هذا اللي بيهمنا، انه التحصيل الدراسي لابني يكون ممتاز. فانا بطلب من الام يعني اولا انه لا تتجه لاي نشاط عقلي رياضي ممكن تشغل ابنها فيه، تبعد عن الموبايل وتاثيراته السلبيه، وبنفس الوقت تشاركه. مو غلط، انا كثير توجهت للاهالي انه ممكن انتم تحضروا جلسه وجلستين، لانه يمكن ما بيعرفوا شو يعني حساب ذهني، ممكن اعطي الولد واجب ما ينحل. ليش؟ لانه الاهل ما بيعرفوا. لا، تعالي شاركي معي، حضري اول جلسه جلستين ثلاثه لحتى يصير عندك صوره واضحه شو هو الحساب الذهني، وبالتالي بتتابع مع ابنها مسير التعليم وبالحساب الذهني وتكمل،
لأنه نحن أي مهارة ممكن نوقف عندها ونتركها فهي قابلة للنسيان والأهمال. أكيد بالختام بدنا نتشكرك الأستاذة رشا برهوم مدربة حساب ذهني على وجودك معنا وعلى كل المعلومات القيمة اللي حكينا عنها. شكرا كثير لك. كل الشكر لكم. شكرا لك ولوجودك معنا. أهلا.